أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر عن خالص تهانيه وتبريكاته لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لجمعية البحرين لرعاية الوالدين بمناسبة تكريم سموه بأعلى وسام في مجال المسؤولية الاجتماعية من قبل فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، وذلك تقديرا لدور سموه البارز في مجال العمل الخيري والتطوعي والإنساني. وأشاد سموه بدور سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة الإنساني وما يقوم به من جهود لنشر ثقافة العمل التطوعي وخدمة الإنسانية في استمرار لروح العطاء والبذل التي تميز المجتمع البحريني. من جانبه عبر سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة عن خالص شكره واعتزازه وامتنانه لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تهاني سموه له، مؤكدا سموه أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة يعتبر الداعم الأول للعمل الخيري والإنساني والمدرسة التي ينهل الجميع من معين خبراتها في هذا المجال. وكان سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة قد جرى تكريمه اليوم كأحد السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية خلال أعمال الملتقى الإقليمي الثاني للسفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية والذي تنظمه منظمة الدعوة الإسلامية بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية برعاية رئيس جمهورية السودان بالخرطوم اليوم بحضور ومشاركة فاعلة من شخصيات رفيعة من الدول العربية.